لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأجمل بنات في الدنيا. النهاردة يا حبيب قلبي جيجي جايبة لكم وصفة ممتازة جدا جدا، وصفة إن شاء الله بإذن الله أول مرة هتشوفيها، ده غير ان انا هقولك على اضافيات جميلة جدا ومتوفرة عندنا كلنا. مش بس هنعمل وصفة لإزالة الشعر، لأ كمان هنعمل لتفتيح الجسم. مطرح ما انت هتشيل الشعر هتشوفي بياض ولا بياض الامر ان شاء الله. بإضافة مكون واحد على الوصفة بتاعتنا دي هتشوفي جمال وبياض جسمك بدون شعر بإذن الله. يلا نقول مكونات وصفتنا ونعملها مع بعض. انا هحتاج النهارده ان شاء الله معلقتين من النشا او الكورن فلاور، وده بيكون شكله بنجيبه من عند العطار. وكمان هحتاج معايا بياض بيضه فقط، هنجيب البياض ونفصله عن الصفار وهنحتاج البياض فقط زي ما انتم شايفين كده. طيب ايه بقى المكون الجميل اللي انا هضيفه النهارده علشان يعمل لي تفتيح بعد ما ازيل الشعر؟ الجزر. الجزر رائع جدا لتفتيح وتبييض اي مكان في الجسم. هناخد قطعة صغننة جدا من الجزر وهنبشرها في المبشرة زي ما احنا شايفين. انا اخدت قطعة صغننة خالص من الجزر وبشرتها في المبشرة بتاعتي وبقت معايا مبشور الجزر بالشكل ده. هعمل ايه بقى؟ انا هصفيها علشان انا عايزة اخد معلقة واحدة بس من عصير الجزر ده. هنجيب المصفى بتاعتنا وهنبدأ نصفي الجزر عشان هاخد منه معلقة واحدة فقط بالشكل ده اهو. انا بضيف اللي انا بشرته. فايدة الجزر في الوصفة بتاعتنا دي انها هتعمل لك تفتيح جميل جدا بعد ما تزيل الشعر. زي ما انتم شايفين كده انا هاخد معلقة واحدة بس من عصير الجزر اللي انا بشرته ده، هيفيدني جدا في الوصفة بتاعتي دلوقتي. هنبدأ بقى يا حبايب قلبي نعمل الوصفة بتاعتنا. الوصفة بتاعتنا طبعا هناخد بياض البيض زي ما انتم شايفين كده اهو، وهضيف عليه معلقة الجزر اللي احنا قلنا عليها بالشكل ده. انا هضيف معلقة واحدة فقط مش هضيف كتير. وعايزة اقولك برضو، نسيت اقولك على مكون لازم لازم جدا في الوصفة بتاعتنا دي، زيت السعد. زيت السعد وممكن نستبدله بزيت الزيتون، بس انا بفضل زيت السعد لان زيت السعد بيقلل نمو الشعر جدا جدا. لو حطيتي نص معلقة فقط على الوصفة بتاعتنا دي هتشوفي مش هينبت ليكي شعر تاني ابدا ان شاء الله. بسرعة يلا بينا هنكمل الوصفة. هنبدأ نضيف بقى معلقتين النشا على البياض البيض اللي احنا ضفنا عليه الجزر بالشكل ده، وهنقلب طبعا كويس جدا، وهنضيف برضو معلقة زيت السعد. وزي ما قلنا زيت السعد مهم جدا جدا للوصفة بتاعتنا دي. هنقلب بقى كويس جدا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. هستمر في التقليب لحد ما احصل على قوام يكون عجينة مش كريم، عجينة. خليكي معايا عشان تشوفي احنا هنزيل الشعر ازاي. الوصفة دي جميلة جدا، ده مش بس بتشيل الشعر، لا كمان بتقلل نمو الشعر وكمان بتخلي تفتيح وتبييض جميل جدا للمكان. شايفين يا حبايب قلبي كل ما نقلب. وعلى فكرة لو لقيتيها سايلة معاكي لازم تضيفي نشا تاني، عشان انا عايزاها عجينة زي ما انت شايفة كده. انا مش عايزاها تكون سايلة ولا عايزاها تكون كريم، انا عايزاها تبقى زي السويت كده بالشكل ده اهو. شايفين هتبصي تلاقيها طلعت لوحدها من الطبق، ما فيهاش حاجة لازقة في الطبق، هي بالشكل ده. ودي هتبقى معايا العجينة اللي انا هستخدمها. هستخدمها ازاي بقى؟ طريقة استخدامنا للوصفة دي سهلة جدا. اول حاجة لازم طبعا نزيل الشعر، علشان الوصفة اللي احنا بنعملها ديت بتقلل نمو الشعر وتخلي الشعر ما يظهرش تاني، فانتي لازم الاول تزيل الشعر. بعد ما نزيل الشعر هنجيب بقى الوصفة بتاعتنا وهنبدأ نفردها كده. شايفين عاملة زي العجينة ازاي؟ هنفردها كده على المكان بعد ما نزيل الشعر، وهنسيبها كده نلزقها ونسيبها نص ساعة. ولازم لازم زيت السعد يا حبايب قلبي، يفضل زيت السعد. انا ممكن نستبدله بزيت الزيتون، بس زيت السعد افضل في ازالة الشعر، وان هو ما بيخليش الشعر ينمو تاني ابدا خالص. شايفين هنسيبها بقى مفرودة كده نص ساعة. هتبصي تلاقيها بدأت تجف وتنشف، هتبدأي تفرقيها عكس اتجاه نمو الشعر.
قرري الوصفة ديت باستمرار بعد ازالة الشعر، هتجيب لك نتيجة كويسة جدا. واول ما تزيلي الشعر لمدة اسبوع اعمليها باستمرار، هتجيب لك نتيجة كويسة وهتقلل نمو الشعر خالص وهتمنع ظهوره. زي ما انتم شايفين عاملة زي العجينة اهي، يعني انت هتشوفيها بنفسك لما تحمليها، كل ما هتنشف هتبصي تلاقيها تمسك جامد في المكان اهي زي السويت بالظبط. وصفة جميلة جدا يا بنات، جربوها وهتعجبكم، ده غير انها بتعمل تفتيح وتبييض للمكان. وهنسيبها كده وهتشوفي نتيجة كويسة جدا ان شاء الله. حبايب قلبي جيجي، يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم واستفدتوا بيها ان شاء الله. اذا عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروه لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس، وانتظروا جيجي في وصفة جديدة مع جيجي للوصفات الطبيعية. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.